جبينك يبقى عالي دوم. فرح نشوف هذا الفيديو عن نبذة بسيطة عن قسم علوم الحياة من منذ تأسسه ومنذ قبل الطلاب ذاك الوقت. فرح نجي نحكي عنه. تأسس قسم علوم الحياة في عام 1984 وقبل ذاك الوقت 50 طالب كأول دفعة، والتي تخرجت عام 1987. والدراسات العليا بدأت في هذا القسم عام 1987 بقبول، يعني تم قبول بذاك الوقت 3 طلاب ماجستير، بينما بدأت الدراسات الدكتوراه عام 1992 بقبول 5 طلاب. الكادر التدريسي يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية للقسم 184 منتسم ما بين حمل الدكتوراه وماجستير وبكالوريوس. طبعا نجي شنو أهداف قسم علوم الحياة؟ تخريج طلبة باختصاص علوم الحياة لروافد دوائر الدولة والمؤسسات التعليمية بكفاءات مختصة بالعلوم التطبيقية. فروع علوم الحياة، طبعا تعرفون كل زين احنا علوم الحياة في 4 فروع، لكن هو بالحقيقة أكثر من فرع. راح نحكي عن الفروع اللي خاصة بجامعة بابل، اللي هنا أول فرع الأحياء المجارية، يلي الفرع التقانة الأحيائية، يلي فرع الأحياء العام، يلي وأخيرا فرع البيئة. يتم توزيع الطلبة وفقا لمعدل الطالب في السنتين الدراستين الأولى والثانية. يعني الأول سنتين الطالب راح يدرس دراسة موحدة، لكن في السنة الثالثة يعني من ينجح من الثانية يروح للثالث راح يتم تقسيمه حسب التخصصات اللي هنا أمامكم، لين 4 اللي ذكرناها سابقا، اللي قلنا حسب معدل الطالب في السنة الأولى والثانية، يعني بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. طبعا بدأت هاي التخصصات، يعني بدأت هاي التخصصات في عام 2016 و2017، يعني بداية نشوء هاي مال الانقسامات اللي يوزعون الطلبة حسب المعدل مال السنة الأولى والثانية من بدأت عام 2016 و2017. تمام، نجي بعدين شنو رسالة القسم، يعني شنو رسالة قسم علوم الحياة؟ طبعا يعمل قسم علوم الحياة على توفير الأسس الحيوية ذات الثراء العلمي والتطبيقي للطلبة، والتي تتوافق مع الاحتياجات العلمية والتعليمية والتنموية الوطنية التي تؤهلهم للدخول سوق العمل مواصلة الدراسات العليا عن طريق الالتزام بمستوى أكاديمي متميز وتطوير البحث العلمي والتفاعل مع بناء المجتمع وخدماته. نحكي عن رؤية القسم، شنو رؤية قسم علوم الحياة؟ أولا توسعت الفروع التخصصية إلى 6 أفرع إلى جانب الفروع الأربعة، وهي الفرع الوراثي الخلوية وفرع البيئة. إحنا قلنا علوم الحياة أكثر من فرع وأكثر من تخصص، لكن إحنا جامعتنا بس 4 أفرع ذكرناها سابقا. ثانيا الوصول بالدراسة إلى مصاف المعايير العالمية من جانب التعليم والبحث والرصانة وعالي الجودة، ساهم في رفع المسيرة العلمية ودفع عدد التقدم.